بابا قد بعد 5 سنين من التعب واللف كتير على الدكاترة، لحد الحمد لله ربنا كرمنا بدكتور أحمد عوض الله وشفنا إعلان في دار الطب ورحنا، والحمد لله من أول مرة الحمد لله ربنا رزقنا بإسلام، والحمد لله يعني كان ربنا جعلها فتحة خير على إيد الدكتور أحمد عوض الله الحمد لله. قعدت أعيط، كنت مصدقة نفسي إن أنا بصراحة يعني إن أنا حامل وكده، كنت حاجة كنت مستنياها من زمان. الحمد لله كله يعني الفضل يرجع لربنا ثم دكتور أحمد عوض الله، ربنا يبارك له بجد يا رب. من صديق ليا كان في السعودية وربنا كرمه في دار الطب، وأنا كنت ماشي معاه وربنا كرمه على إيد الدكتور أحمد عوض، واخد بال حضرتك؟ فأنا خدت التجربة على طول، ما ترددتش يعني. إحساس جميل طبعا، يعني بعد 30 سنة إحساس جميل، يعني حاجة يعني ما تتوصفش، يعني حاجة إلهية يعني ما تتوصفش، يعني فرحة من فوق ما تتخيلي. دي يعتبر الاحتفالية السنة الثالثة على التوالي، احنا كنا بادئين ب 15,000 طفل على مدار سنوات قبل كده فاتت، النهاردة عملنا الاحتفال الثاني كان 17,000، النهاردة واصلين قرابة 20,000 طفل، وده عدد كبير جدا جدا. النهاردة الواحد ده نتيجة جهد مبذول من فريق عمل مشترك، المنظومة كلها بتخدم على المريض بتاعنا عشان يصل إلى النتيجة اللي حضرتك شايفها النهاردة. شايفة النهاردة آلاف الأطفال موجودة، مئات الأطفال، الناس كلها بتحتفل، الناس كلها سعيدة وفرحانة، وده بيرتد علينا بأثر إيجابي جدا وبيحملنا مسؤولية خلال الفترة اللي جاية إن احنا بذل مزيد من الجهد والاجتهاد مع المجموعة الجديدة اللي هي ممكن نوقع كشف عليها وتبقى بتتمنى طفل في المستقبل. للعام الثالث على التوالي قدرنا نستمر في هذه الاحتفالية، وقدرنا ان احنا نسعد مجموعة كبيرة جدا من الأسر اللي ما كانتش السنة اللي فاتت عندها أطفال، أصبح النهاردة عندها أطفال وأصبح النهاردة جاية تحتفل معانا. أنا بحب أوجه كل الشكر لكل العاملين في مركز دار الطب، من أصغر موظف لأكبر موظف عندنا في الإدارة، لأنه عشان أوصل إلى النتيجة النهائية ديت ده جهد مبذول كبير جدا ما نقدرش نتوصل إليه إلا بنتيجة عمل مشترك بتضافر كل الجهود. النهاردة مركز دار الطب بيحب يهني كل الأسر المصرية ويقدم لها البشرة والسعادة، وبنحب النهاردة كمان نوجه رسالة للناس اللي تبدأ تفكر إنها تبدأ بتدور على حملة وحاجة كده. انتوا النهارده شايفين النتيجة النهائية، انتوا النهارده الصورة أبلغ من أي كلام نقدر نتكلم فيه، انتوا النهارده شايفين الفعل الأسر اللي ما كانتش عندها أطفال وجاية تحتفل النهارده، ده معناه إنه في بشرة خير، في أمل، في بسمة أمل، في بشرة إن شاء الله خلال الفترة الجاية. الناس اللي مترددة تعمل ما يسمى بالحقن المجاري، الناس اللي عندها تأخر حمل نتيجة أي سبب إن كان، الناس اللي بتبقى متخوفة من نتيجة الحقن المجاري، لا إحنا النهاردة دي نتيجة ملموسة، النهاردة الأطفال اللي إحنا بنشوفها دي كلها دي برضو نتاج حقن مجاري. إذن الموضوع بسيط جدا، الموضوع عايز خطة علاج محترمة، عايز أطباء أكفاء، عايز شغل مبذول من إدارة مركز دار الطب. وبالتالي أنا بنصح كل أسرة مصرية بتبدأ تفكر في هذا الموضوع أنها تأتي لنا مباشرة، أن احنا ويبقى نفسنا هي تبقى المرة الجاية في المنظومة اللي احنا بنعملها دي النهاردة. احنا النهاردة بيبقى مبسوطين جدا جدا أن احنا متواجدين مع، يعني بيبقى مبسوطة لما الاقي نتيجة الشغل بتاعي والمجهود اللي أنا بذلته طوال السنة اللي فاتت، علشان الناس يعني أما بشوف الفرحة في عيون الناس دي بتبقى أحسن نتيجة عندي، وده بتدفعني الأمام إن أنا أبذل كثير من الجهد والمجهود في إسعاد أسر مصرية جديدة إن شاء الله. هو يوم جميل، مش مسألة إن إحنا بنكسر الروتين المعتاد للشغل والحالات، لكن بنشوف ناس ربنا قدرنا وساعدناهم وربنا رزقهم بأولاد، سواء عن طريق الحقن المجاري أو أطفال الأنابيب أو عملنا لهم عمليات بالنسبة للذكورة، فبيبقى يوم جميل جدا بنحس فيه بالفرح لفرح الناس اللي ربنا أكرمهم. الحمد لله هي تجارب كتير طبعا، بيبقى أصعبهم وأشهرهم الناس اللي بيجوا بحالات انعدام الحيوانات المنوية وبيروحوا الأماكن كتيرة، وساعات بنشوف ناس ضيعوا سنة وسنتين وثلاثة في علاج لا طائل منه. بيجي لنا طبعا بنعمل له عينة ميكروسكوبية وبنقدر نجمد حيوانات منوية، وربنا بيرزقهم ناس كتير جدا ربنا رزقهم بعد عينة الخصية الميكروسكوبية، لأن طبعا دي من الحالات الصعبة اللي كانت قبل كده ملهاش حل، لكن دلوقتي في فترة الحقن المجهري بنقدر الحمد لله في حالات كتيرة جدا منهم باستخدام تقنية الميكروسكوب الجراحي ان احنا ربنا يقدرنا ونعثر على حيوانات منوية وتستخدم في الحقن المجهري.